كل الجمال في طلعته والنور سرح صح على عينينا في اتنيته. خير على كل السادة المشاهدين والمتابعين لبرنامج هذا الصباح في كل مكان، ولقاء بيتجدد يوميا عبر شاشة أكسترا نيوز. بيسعدني أني أكون مع حضراتكم النهاردة ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة بصحبة زميلتي العزيزة لمياء حمدين. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا سمر، وصباح طيب وكله خير على كل السادة المشاهدين. على طول في مقدمة حلقتنا النهاردة هنستعرض جهود مصرية مستمرة ولا تتوقف لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب بقطاع غزة، واتصالات مكثفة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن ووقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإنهاء المعاناة المستمرة للفلسطينيين. أيضا التحذير من خطورة هذا التصعيد وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة بالكامل في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. الحقيقة لمياء أن احنا جدير بذكر أن احنا نشير أيضا لأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارا على أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كون استمرار هذه الحرب في القطاع هو أساس التصعيد الحالي في الإقليم. وأكد سيادته المسؤولية اللي بتقع على عاتق المجتمع الدولي لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وتنفيذ حل الدولتين. كمان يا سمر أثمرت هذه الجهود عن بيان صادر من قادة مصر والولايات المتحدة وقطر حول سير المفاوضات لوقف الحرب في غزة، واللي أشار إلى دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربع اللي جاي 14 أغسطس أو الخميس 15 أغسطس، وهيكون في الدوحة أو في القاهرة. قال كمان البيان: نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية والمتعلقة بتنفيذ. صحيح. في الشأن المحلي كمان يا لمياء هنتكلم عن طفرة صناعية كبرى في مصر بهدف تحويلها لمركز صناعي إقليمي وعالمي من خلال استراتيجية رسمتها الدولة المصرية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة المطبقة عالميا بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وأيضا العمل فورا وبشكل سريع على رسم خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة بهدف طبعا النهوض بقطاع صناعة في مصر. وهو أمر الحقيقة بيؤكد أن الدولة المصرية عازمة على تحطيم كل التحديات والعقبات اللي طالما يعني وكثيرا ما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية في السابق. وبيؤكد أيضا أن ملف الصناعة بيحتل أولوية متقدمة لدى الدولة المصرية. صحيح يا سمر، وكمان في هذا السياق وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي. كما وجه سيادته بضرورة الاهتمام البالغ برفع مهارات العمالة المصرية وتحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية لتجنب مزيد من الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية في القطاعات المختلفة. وده يا سمر اللي هنتناوله طول حلقتنا النهاردة بشكل مفصل للتعرف على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع الصناعة وعوائدها على الاقتصاد المصري كليا، وبالتبعية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير
آلاف من فرص العمل. ده حقيقي. متواصلين كمان مع السادة المشاهدين يا لميا من مدينة العلمين الجديدة، أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر وفي العالم، لتغطية أهم أحداث مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية واللي بيمتد لمدة 50 يوم، وما زال بيواصل إبهار العالم والمواطنين بحفلاته وفعالياته الترفيهية المختلفة. النهاردة هتكون متعة مستمرة الحقيقة مع حفل الهضبة عمرو دياب اللي نفدت التذاكر الحقيقة تماما وخلصت من شباك التذاكر. الكل في انتظار الاستماع لأغاني متنوعة للهضبة اللي بيعتبر تاريخه حافل بأعمال رائعة وكتير من النوستالجيا على مدار سنوات طويلة. وفي الختام هيكون لنا جولة في أبرز عناوين الصحافة، وضيفة جولة اليوم هتكون الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. البداية دايما بتكون مع استعراض لأهم العناوين. قادة مصر وأمريكا وقطر يؤكدون في بيان مشترك ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للفلسطينيين. رئيس الوزراء مطمئنا المصريين، أوضاعنا الاقتصادية مستقرة والاحتياطي يغطي 8 أشهر. طفرة صناعية في مصر وتوجيهات رئاسية باستثمار الإمكانات لتحقيق مكاسب اقتصادية. نفاد جميع تذاكر حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة بإقبال غير مسبوق. وقراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب. يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، السعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتبوا، منهم عشرات الآلاف في غزة، ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة. صدر بيان مشترك لقادة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والولايات المتحدة بقيادة جو بايدن وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. جاء في البيان: لقد حان الوقت لكي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذلك المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بالشأن الإفراجي عن الرهائن والمعتقلين. أوضح البيان: قد سعي ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. يستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735. أكد البيان: ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر. حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق. لفت البيان أيضا: نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية والمتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف. كما أكد البيان:
وقد دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة، وذلك لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة. المزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا الصباح. معالي السفير، اسمح لي أسأل حضرتك عن أهمية توقيت هذا البيان ودلالاته. صباح الخير معالي السفير. صباح الخير. اهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. كنت بسأل حضرتك عن أهمية توقيت هذا البيان الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد. يعني سلسلة محاولات دائبة لوقف المعاناة عن أشقائنا الشعب الفلسطيني الذي يعاني ما لم تعانيه يعني أقصى الشعوب حتى في الحرب العالمية الثانية وما قيل عن المحرقة أو ما إلى ذلك. إسرائيل تمارس هدم مزازل بأكمالها فوق رؤوس أصحابها، ويكون الضحايا بنسبة عالية من الأطفال والنساء والذين لا يحاربون. شيء يندى له الجبين وشيء لم يعد نستطيع أن نقبله. ويعني يوميا حنجد محاولات دائبة من مصر وشركائها في هذا الموضوع في محاولة إيقاف هذه المذبحة. ونأمل إن شاء الله أن أولا تتوقف القتال، ثانيا السماح بدخول الغذاء والمهمات والدواء والوقود إلى غزة المحاصرة من كل ناحية بالقوات الإسرائيلية. فهي ليست توقيت وإنما هو عمل يومي متواصل تقوم به الدبلوماسية المصرية على المستوى الرئاسي على المستوى الوزاري وعلى كافة المستويات. سيادة السفير برحب بحضرتك معنا، وكنت عاوز أسأل حضرتك إيه آليات تنفيذ هذه القرارات، لأنه بقالنا شهور كتيرة في جهود مصرية على كافة الأصعدة لحل هذه الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية وإدخال المساعدات وغيره من الأمور اللي الشعب الفلسطيني بحاجة إليها، لكن يظل التعنت الإسرائيلي يعني ضاربا في وجه الجميع كل المطالبات والنداءات اللي بتحصل. إيه آليات تنفيذ هذا القرار أو هذا البيان اللي صدر بالأمس؟ يعني كنت أتمنى أن أكون متحلي ببعض التفاؤل خصوصا وأنني من المتفائلين عموما، لكن في هذه القضية أخشى أنه قرار آخر يعلق على الحائط. ويقال دائما أن إسرائيل تستخدم القرارات الدولية مجرد تعليق على الحائط. لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن خضعت لأي قرار أو مناداة من أجل السلام، بل المفارقة الواضحة هي أن إسرائيل لم تنفذ قرار الأمم المتحدة المنشئ لها. فهذا القرار المنشئ لها كان يحدد لها حدود معينة تقف وراءها بنسبة 49% من أراضي فلسطين و 51% لأهل فلسطين، فلم تنفذ هذا القرار، لم تنفذ اتفاقية أوسلو اللي هي وقعتها والآن يتنصل منها رئيس الوزراء. إذن نحن بصدد تعنت شديد. نعم. وأخشى أن يعني حتى الموقف الأمريكي نفسه في بعض الإزدواجية، من ناحية لا يستطيع أن يوقف العدوان الإسرائيلي، ومن ناحية يعني يعلن تعاطفه الإنساني مع ما يجري ضد في الفلسطينيين، لكن في نفس الوقت دعم بالسلاح، دعم بالوقود بالنقود، دعم بالمعرفة والأقمار الصناعية لآخره. طيب ده يطرح سؤال سيادة السفير، بإشارة حضرتك للموقف الأمريكي المتضارب، بيان مهم جدا الحقيقة مفهوم من قبل جمهورية مصر العربية، لأنها الحقيقة كانت راعية لمفاوضات على مدار أشهر طويلة بذلت فيها جهود حثيثة الحقيقة بالتعاون مع قطر طبعا، فمفهوم هذا البيان من قطر ومصر. لكن
الولايات المتحدة وهي تشارك في هذا البيان تخاطب من؟ لأنه الحقيقة جميع الدول عندما تخاطب فهي تخاطب الولايات المتحدة للقيام بدورها لإيقاف هذا النزيف وإيقاف الدعم بالسلاح وبالمال وما إلى ذلك. انضمام جو بايدن رئيس الولايات المتحدة لهذا البيان يعني ماذا يفهم من هذا الموقف؟ هو يخاطب كما تفضلت الضغوط قوى السلام داخل الولايات المتحدة نفسها، لأن هناك أمريكيون عقلاء لا يقبلون باستمرار هذه المذبحة، بل أن هناك عقلاء في الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وبعض العقلاء في إسرائيل نفسها يطالبون نتنياهو بأن يكف عن هذه الحرب الغير عادلة، وبالتالي هو يعني يستجيب الرئيس الأمريكي لضغوط الرأي العام في الولايات المتحدة ويقول أنه مع السلام، وبطريقة يعني بيان لن يقدم ولن يؤخر كثيرا، مع إدراكه التام أن إسرائيل تعتمد عليه في ألا تتوقف عن هذه الحرب. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونتمنى يعني إقامة الدولة الفلسطينية وإدخال المساعدات وإيقاف حمام الدم اللي موجود في قطاع غزة. طيب خلونا نتكلم أيضا ونشير للاتصال الهاتفي اللي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعرض الرئيس الاتصالات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الجاري في المنطقة، وأيضا تجنب الانزلاق لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب اللي بيهدد باندلاع مواجهة إقليمية شاملة على نحو حذرت منه مصر طوال الأشهر الماضية. شدد أيضا في هذا الصدد على أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كون استمرار الحرب في القطاع هي أساس التصعيد الحالي في الإقليم، ومؤكدا أيضا المسؤولية اللي بتقع على عاتق المجتمع الدولي لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وتنفيذ حل الدولتين. أضاف أيضا المتحدث الرسمي أن الرئيس ماكرون ثمن الجهود الدؤوبة والمخلصة اللي بتبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود والتنسيق المكثف خلال الفترة القادمة من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، وأيضا منع توسع الصراع اللي بيهدد مقدرات شعوب الإقليم، فضلا عن تأكيد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لكافة مناطق قطاع غزة، وكذلك ضمان عدم تأثر نفاذ المساعدات بالتطورات في المنطقة. ومستمرين مع ملف القضية الفلسطينية والجهود المصرية المستمرة في هذا الشأن، حيث تطرق الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة إلى الأوضاع الدولية والإقليمية. وعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، مشددا على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع والتخفيف عن معاناتهم والدفع مسار سياسي على أساس حل الدولتين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بيوم الخميس برئيس وزراء المملكة المتحدة، تقدم خلاله بتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ثمن من جانبه الدور المصري، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط.
للمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. صباح الخير على حضرتك دكتور أشرف، واسمح لي يعني أبدأ مع حضرتك حديث. الحقيقة الجهود المصرية المكثفة غنية عن التعريف. بالأمس فقط يعني اتصال هاتفي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا اتصال آخر مع رئيس الوزراء البريطاني، وبيان ثلاثي من قبل مصر و قطر والولايات المتحدة. هذا فيما يخص الأمس فقط، رأي حضرتك في هذه الجهود وكيف قرأت البيان الثلاثي بالأمس؟ هو البيان الثلاثي هو بيترجم كلام الرئيس السيسي بعد 7 أكتوبر في قمة القاهرة للسلام. يعني جو بايدن لما اتكلم في 31 مايو هو ترجم كلام الرئيس السيسي وقدم المبادرة الأمريكية اللي هي اتبلورت في البيان المشترك المصري الأمريكي القطري. طبعا الدبلوماسية الرئاسية بتتحرك بكل قوة تجاه هدف واحد، وقف إطلاق النار، حماية الفلسطينيين من القتل الغير مبرر، ووضع نتنياهو أمام المسؤولية الدولية، أمام المحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية. الموقف الفلسطيني الآن أصبح موقف انتخابي حاسم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه المبادرة تحمل كثيرا من الحل؟ نعم، هناك جهود مشتركة أمريكية مصرية قطرية يبدو أنها تبلورت بشكل واضح، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية شعورها بأن نتنياهو قد نكث بكل الوعود ولم يقدم دولة فلسطينية ولم يبني سلاما حقيقيا، وأصبحت السياسة الأمريكية في يعني مرمى النيران بالانتقاد من داخلها قبل خارجها. وبالتالي تحرك بايدن كما وعد قبل نهاية الفترة الرئاسية، وكما وعدت كاميلا هاريس بأننا سنكون أمام حل للدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم. الحقوق الفلسطينية لن تموت، بشعب فلسطين أولاً، بمقاومة فلسطين ثانيا، وبدور مصري عروبي للرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية مصر العربية التي تقف بكل حد وبكل قوة لمنع التدهور للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعدما جرم الاحتلال وقتل ولم يصل إلى شيء، لم يصل إلى شيء منذ هجومه الغير مبرر على أهل غزة واستشهاد النساء والأطفال بشكل مؤسف. هنا هناك دولة في التاريخ الإنساني تفعل ما تفعله دولة إسرائيل. دكتور أشرف، هل نتنياهو أصبح عبء على دولته نفسها وعلى سياسة دولته نفسها، وأصبح عبء على هذه الاتفاقات والمفاوضات اللي ممكن تحصل ويحصل فيها انفراجة كبيرة ووقف حمام الدم زي ما كنا بنقول؟ أصبح عبء بالتأكيد، عبء على المجتمع الدولي، عبء على أوروبا، وعبء على الولايات المتحدة. طيب في إطار إنه واضحة وضوح الشمس إنه أصبح عبء على الجميع، الاتصالات دي ممكن تثمر عن إيه في ظل وجود نتنياهو؟ نتنياهو عقبة التحالف مع سموتريش ومع بن جفير الإرهابيين، عقبة، وتعلم هذا الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية قال سياسيين أمريكيين مثل بيرني ساندرز واتهم نتنياهو اتهاما مباشرا بأنه مجرم حرب. هذا الكلام من الداخل الأمريكي. التحرك الأمريكي يبدو أنه قد فهم بأن كل السيناريوهات التي كان يحاول أن يستقوي بها أو يقدمها نتنياهو مع هذه الحكومة الباطلة الباطشة الظالمة، مع مجلس الحرب الباطش الظالم، لم تؤدي إلا أن كشفت إسرائيل وكشفت الولايات المتحدة سياسيا أمام العالم. الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل أخطاء سياسي إسرائيلي ما هو بنيامين نتنياهو. كان من المفترض أن يحقق السلام ولم يحقق السلام. ترى الولايات المتحدة أن الشريك المهم
للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط هي جمهورية مصر العربية. دكتور أشرف، بإشارة حضرتك لجمهورية مصر العربية، كيف ترى وضع مصر في هذا الإقليم المشتعل؟ كل الجهود المصرية اللي بتسعى للحفاظ على حقوق الفلسطينيين من جهة، الحفاظ على أمن الإقليم وعدم توسع دائرة الصراع من جهة، والحفاظ على الأمن القومي المصري من جهة أيضا، كيف تنظر إلى الوضع الذي والعيب الذي تتحمله مصر الآن؟ مصر دولة تحترم مواثيقها، تحترم مبادئها، دولة لها حضارتها، لها تاريخها في الدفاع عن حقوق المظلومين. الترابط بين شعب مصر، جيش مصر، رئيس مصر، أن تكون الدولة المصرية تقدم نفسها أمام العالم بأنها دولة قوية في الإقليم تدافع عن المبادئ ولا تخون كما قال الرئيس السيسي. مصر لم تفرط في حق الفلسطينيين ولم تفرط في حق الضعفاء على مستوى العالم، وبالتالي قوة المفاوض المصري، قوة خلية الأزمة التي تخاطب العالم بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، نعم، من وزير خارجيتها لجهاز المخابرات العامة، كلها أدوات يستخدمها الرئيس للوصول إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى رئيس الوزراء البريطاني، نعم، الولايات المتحدة الأمريكية. هذه يعني مجموعة من التصرفات ومنطلقات السياسة الخارجية المصرية بتؤكد أن مصر ثابتة ويبقى الحق الفلسطيني ثابت مهما حاول نتنياهو أو دولة الاحتلال أن تصدر كل السيناريوهات الرديئة التي تحاول أن تخلخل الأمن الإقليمي وتهز السلام في الشرق الأوسط. حياة دكتور أشرف، بنتمنى أنه يتم يعني الاعتراف وإقامة الدولة الفلسطينية ووقف حمام الدم، والحقيقة أنه كل المجتمع الدولي بيشيد بالجهود المصرية الحقيقية والواضحة من أول يوم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجل، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. حضراتكم للشأن المحلي، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسالة للمواطن المصري قائلا: أطمئن المواطن المصري، أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطي مصر يغطي 8 أشهر. قال الدكتور مصطفى مدبولي أيضا أنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة وواضحة خلال شهر، بجانب وجود برنامج واضح لدعم الصادرات وتقليل التضخم لأقل من 10%، هو دور واضح للحكومة خلال الفترة المقبلة. أكد سيادته أيضا أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة واحتياجات الدولة مؤمنة، وأشار إلى أن برنامج الطروحات هيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات من أحداث عالمية. لسه في تصريحات رئيس الوزراء اللي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف جهود تعزيز توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره بشكل يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ملف له أولوية متقدمة لدى الدولة المصرية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يمكن من اكثر الحاجات المهمه جدا اللي حصلت امبارح انه سياده رئيس مجلس الوزراء بيطمن المواطن انه الاوضاع مستقره، انه عندنا موارد ماليه ونقديه وعندنا احتياطي مكمل معانا لشهور، انه طول الوقت بيطمن كل مواطن مصري على الاحوال موجوده في مصر بالرغم من كل الاحداث اللي بتحصل في الاقليم. يعني حقيقه الامر زي ما حضرتك تفضلتي انه معدل الاحتياطي الموجود من النقد الأجنبي في البنك المركزي هو إلى حد كبير مطمئن، لأنه قياسه لا يقاس هذا الرقم بنسبته المطلقة ولا بالنسبة من الجي دي بي من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن حينما نقول أن الرقم النسبة معدل الاحتياط النقد في البنك المركزي معدل مطمئن، هذا يقاس بما يستطيع أن يغطي هذا الرقم من شهور
في تكلفة الاستيراد الموارد الأساسية من الخارج. وبالتالي إذا كان هذا الرقم يستطيع أن يغطي أكثر من 3 شهور نطلق على هذا الرقم أنه رقم مطمئن، أقل من ذلك يعتبر احتياط النقد الموجود داخل البنك المركزي احتياطي غير مطمئن بشكل أو بآخر. وبالتالي كونه يصل إلى أن يستطيع أن يغطي أكثر من أو ما يعادل 8 شهور من استيراد المواد الأساسية، هذا إنما يعني أن هناك موارد دولارية مستقرة داخل الدولة، سواء في يعني فيما يتعلق بكافة المصادر التي يمكن أن تؤدي إلى عرض الدولار. كمان بيشير إلى أنه هناك قدر كبير من الاستقرار داخل الدولة. هو على ذكر الدولار يا دكتور، هو قال أنه ما فيش أي تأخير في تدابير الموارد من العملات الأجنبية بطبيعة الحال، يعني يمكن كمان المصادر الأساسية لدخول الدولار داخل الدولة المصرية يمكن بيأتي على رأسها في هذه الفترة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. يمكن كمان في ظل توقيت العالم كله بيعاني من تباطؤ تدفق معدلات الاستثمار نظرا لحالة لا يقين اللي بيعاني منها العالم نظرا للأحداث أو التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية الحالية. لكن الدولة المصرية حقيقة الأمر استطاعت أن توفر مناخا يعني جاذبا للعملية الاستثمارية، بتصنف بعض المؤسسات أو بعض الهيئات الدولية بأنه المناخ الأكثر استقرارا في المنطقة بالكامل. وبالتالي هذا واحد من أهم المصادر التي تؤدي إلى عرض أو دخول الدولار داخل الدولة بشكل اللي جعلت منه قدر كبير من الاستقرار فيما يتعلق باحتياط النقد الموجود أو بتدفق حتى احتياط النقد أو تدفق العرض. نعم. طيب دكتور محمود، خليني أسأل حضرتك، سيادة رئيس مجلس الوزراء أشار طبعا دكتور مدبولي لمسألة أنه هناك هدف وهو تقليل التضخم 10% يعني في حدود أو في غضون نهاية 25 وبداية 26، رأي حضرتك إيه في هذا التصريح؟ يمكن يعني كبح جماح التضخم نظرا يعني لو نظرنا الى معدل التضخم داخل الدولة المصرية هنجد ان جزء كبير من هذا التضخم هو تضخم مستورد، تضخم قادما من الخارج، سواء نظرا لاعتبارات لها علاقة بسعر صرف العملة او لاعتبارات ودي الاكثر الخاصة بالموجة التضخمية العارمة التي حدثت نظرا للتداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية. نعم. ولو فتشنا ونظرنا إلى الدول أو السياسات التي انتهجتها الدول المختلفة والدول المتقدمة فيما يتعلق بكبح جماح هذا التضخم، هنجد إنه هذه السياسات حقيقة الأمر فشلت تماما في كبح جماح هذا التضخم. الدولة المصرية شأنها شأن باقي الدول، أصيبت بالموجة التضخمية هذه الخاصة بالتضخم أو نظرا للتداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية، لكنه نظرا للمناخ الجيد للاستثمار داخل الدولة أستطيع أن أقول أني تستطيع الدولة المصرية فعلا أن تقلل من معدل التضخم بالنسبة المذكورة، لأنه الحل الأمثل لعلاج مشكلة التضخم هو توطين الصناعة داخل الدولة وزيادة معدل الاستثمار سواء كان استثمارا محليا صحيح. أو حتى استثمار قادم من الخارج. نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على هذا الإيضاح وهذا نقاش دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. مشاهدينا، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2024 وإشادات ومواعيد تقديم الطلاب رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. كمان قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمي علوم 371 درجة في أكثر بنسبة 90.48%، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة
الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%. كمان سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%. وقرر كمان مكتب التنسيق فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة اللي جاية. للمزيد عن أبرز النصائح أثناء التنسيق نتابع العرض التالي. المزيد من النقاش بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور في هذا الصباح، ويعني صباح الخير على حضرتك. يعني عالم جديد تماما بقى المرحلة الجامعية على طلابنا واخواتنا ويعني وقرايبنا وكل حبايبنا اللي نجحوا في الثانوية العامة واللي بنبارك لهم طبعا بكل تأكيد. إيه أبرز النصائح اللي بتوجهها دكتور في مسألة اختيارهم للكليات المناسبة؟ هو طبعا يعني احنا بنهني طلاب مصريين حصلوا على الثانويه العامه هذا العام وحصلوا على مجاميع او مستويات النجاح، مستويات مرتفعه كلها، بدليل ان هم المرحله الاولى وقفت عند 90% تقريبا من اللي حصلناه 90% فاكثر لدخول. عندنا طبعا قبل ما نبتدي نكتب برغبات لدينا 75 رغبة للطالب، عنده 75 رغبة بيختارهم كلهم، كلهم مهمين، ما يهتمش بالرغبات الأولى والرغبات الأخيرة. عندنا 27 جامعة حكومية بها برامج متميزة وجامعات خاصة وجامعات دولية، بالإضافة الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، وكلها بتقدم برامج جديدة مرتبطة بسوق العمل. هو اختيار حضرتك الكلية بيرتبط بعوامل متعددة. العامل الأولاني الدرجة التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة اللي هو نسبة نجاحه في 2% حصل عليه، بالإضافة إلى المواد المؤهلة للكلية التي يريد أن يلتحق بها، يعني الفيزياء والرياضة أو الكيمياء والأحياء أو غيرها من اللغات، لازم طبيعة الكلية التي تلتحق بها بتحددها الدرجات التي حصل عليها الطالب داخل المجموع بتاعه في هذه المواد، لأن دي بتعبر عن قدراته وتعبر عن تقريبا ميوله ضمنيا لدخول هذه. فده المعيار الاولاني نسبة نجاحه والدرجات التي حصل عليها المؤهله للكليه. نمره اثنين ان احنا ننظر لسوق العمل بعد 5 سنوات، الكليات اللي ممكن التحق فيها بتأهلني لوظائف سوق العمل المستقبليه، وبتأهلني لمهن جديده مش موجوده الان في السوق، لكن في برامج مقدمه في الجامعات الاهليه لهذه الامور. نمره ثلاثه المقدره الماليه، المقدره الماليه للاباء والامهات، لان ما اقدرش ان انا ادخل جامعه دوليه بمصروفات عاليه او بقدره ماليه عاليه وانا غير قادر اسريا على دخولها. علما بان الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه افضل الجامعات لاسباب، لانها بتقدم برامج جديده مرتبطه بسوق العمل، وفي ذات الوقت جامعات غير قابله للربح بتاخد مصروفات اقل بكثير
من الجامعات الاجنبيه. حقيقه دكتور حسن شرح بسيط ومفصل وبيوضح كل حاجه خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن شحاته استاذ المناهج بجامعه عين شمس. بتحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش اللي قدم حالة شعرية استثنائية لم يسبقه إليه أحد الحقيقة، وارتبطت قصايده باسمه وارتبط بيها وعرفته الدنيا في زمننا المعاصر بكل أنواع الشعر اللي قدمه اللي كان مليء بالبهجة والأمل وأيضا الألم، وتجاوز الشعر التقليدي ورسخ بأشعاره الحياة العديد من المبادئ الإنسانية اللي صنعت منه شاعر أممي أكتر من كونه شاعر عربي أو قومي. للمزيد عن الشاعر الكبير محمود درويش خلونا نتابع التقرير التالي. سجل برأس الصفحة الأولى: أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، أنا عربي. أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، إذ رحل عن عالمنا في 9 أغسطس عام 2008. ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم في تطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. ولد الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في قرية البروة قرب عكا في 13 مارس عام 1941، وعرف آنذاك بشاعر القومية العربية، وتعرض للاعتقال على أيدي السلطات الإسرائيلية إلى أن اختار السفر إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة عام 1972، ومن موسكو توجه إلى القاهرة حتى عاد مع القيادة الفلسطينية عام 1994. ترك الشاعر محمود درويش بصمات مهمة في القصيدة العربية الحديثة، إذ عبر بصدق وحساسية عن قضية العرب الأولى، كما كان لأشعاره الوطنية دورها المهم في توضيح أبعاد القضية الفلسطينية على مستوى العالم من خلال تعبيره الإنساني الرفيع. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. تجاوزت مؤلفات الشاعر محمود درويش الذي كتب وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 40 مؤلفاً، كان أولها مجموعة عصافير بلا أجنحة عام 1960، ومن أبرز أعماله عاشق من فلسطين والعصافير تموت في الجليل، ووداعاً أيتها الحرب ووداعاً أيها السلام. حصل محمود درويش على عدد من الجوائز، منها جائزة لوتس عام 1969، وجائزة البحر المتوسط عام 1980، ودرع الثورة الفلسطينية عام 1981، ولوحة أوروبا للشعر عام 1981، إضافة إلى جائزة ابن سينا من الاتحاد السوفيتي عام 1982. وتوفى محمود درويش في 9 أغسطس عام 2008 بعد عملية قلب مفتوح أجراها في مركز تكساس الطبي في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. دخل بعدها في غيبوبة للإعلان عن رحيل صوت القضية الفلسطينية الشاعر الكبير محمود درويش.
فاحنا بنشوف التقرير يا سمر جات لي كده حاله من الانسجام، فكلميني عن قصتك. لا انا بعشق محمود درويش بكل تاكيد. عايزه اقول لك من اهم الشعراء المعاصرين، مش بس انه فلسطيني، شاعر قومي، يعني عبرنا في كلام عابر لا شيء يعجبني، امور كتير جدا، اوراق الزيتون، حاله كتابات واشعار هايله، وكان دايما قضيته القضيه الفلسطينيه، ويقدر ينسجها في امور كتير، يخاطبها على انها حبيبته، الوطن، الثوره، ارتبط اسمه بامور كتير جدا، فهو شاعر مميز مش هيتكرر الحقيقه. صحيح، هو فعلا شاعر مميز جدا. لكن خلونا بقى نروح على حاجه مبهجه كمان، فعاليات مهرجان العالمين اللي في نسخته الثانيه واللي معاها بالتوازي تتوالى ردود الافعال الايجابيه على المهرجان على كافه المستويات والقطاعات، وعلى راسها طبعا قطاع السياحه، خاصه في ظل نجاح المهرجان اللي لفت انظار العالم كله لمدينه العالمين الجديده ومنطقه الساحل الشمالي باكملها، وكان ليه الاثر الايجابي والفوري في انعاش قطاع السياحه. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل في العرض اللي جاي. لسه بنتكلم عن مهرجان العالمين والأجواء اللي محققها وهذا النجاح الكبير للعام الثاني على التوالي. للنقاش أكتر ينضم لينا عبر الهاتف الأستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي. أهلا بك معنا في هذا الصباح أستاذ وليد، وكلمنا عن الزخم اللي محققه مهرجان العالمين، يعني محقق الحقيقة أضلاع كتير جدا في مربع السياحة، في سياحة شاطئية، ثقافية، فنية، وحفلات وأمور كتير جدا. كلمني عن المهرجان ده، حط مصر على خريطة السياحة بشكل عامل ازاي؟ مع الخير أولا، ده حضرتك استغلال مصر للقوة الناعمة، عودة استغلال مصر للقوة الناعمة الخاصة بيها. القوة الناعمة بتاعتنا كان بيتم الاستعانة بيها للترويج ل أماكن أخرى، إنما هنا على أرض مصر ليها طعم تاني خالص. أولا إحنا بنتكلم إنه الجو في العالمين شادد الناس جدا، إحنا عندنا السياحة المصرية اللي هي ده الطبيعي بتاعها في هذا التوقيت من كل سنة اللي هي بتيجي الساحل الشمالي، بس بدأ يبقى عندها تركيز أو جزء من وقتها انه في اليوم الفلاني الناس بتبقى مرتبه نفسها انها رايحه تحضر حفله الفنان عمرو دياب او الفنان كذا او الفنان كذا، يعني كل الفنانين بيبقى ليهم مريدينهم ومحبيهم بيحبوا يحضروا لهم حفله لايف. صحيح. انما الاضافه والاهم اللي هي بدات تثبت تماما هي السياحه الاقليميه او السياحه العربيه. بالنسبه للسياحه العربيه خلينا نبص لعدة أشياء. بالنسبة للسياحة العربية هم ما عندهمش عائق اللغة زي ما هو موجود بره، ما عندهمش عائق العادات والتقاليد
وحاجات كتيرة جدا مش موجودة زي ما هي موجودة بره. بل بالعكس عندهم نقطة إضافية كويسة جدا، ألا وهي العملة بتاعتهم كمان، إذا كان الدرهم الإماراتي أو الريال السعودي أو أي عملة بيجوا بيها، العملة دي قوية فبتخليهم يقضوا أوقات كويسة جدا. النقطة الأهم اللي هي تيجي قبل كل حاجة، الشعب المصري نفسه هو أحد عوامل الجذب. الشعب المصري بيرحب بالعرب وبيستقبلهم، ولو بتبقى فيه أسر مصرية موجودة وفي وسطهم أسرة سعودي إماراتي كويتي وتفر، الناس بتلاقيهم دايما بيرحبوا بيهم، بيبقى فيه كأنه فيه مسؤولية على المواطن المصري اللي هو رايح يحضر حفلة زي غيره، ولكن لازم يقدم الأجنبي أو الأخ العربي أو الأخت العربية عنه كل كشعب مضياف. طبعا الدولة بقى خد بالك دي نقطة مهمة جدا طبعا، لأنه كل اللي راحوا السنة اللي فاتت بس السنة دي أكتر برة، رجعوا بحاجة واحدة فقط بيتكلموا عنها كلهم، اللي هي الهوستيليتي، اللي هي عدم الترحاب. في طاقة سلبية موجودة برة. احنا مش هقدر اقول ان احنا لعبنا على النقطة دي او استغلناها، لا خالص، احنا زي ما احنا برضو على فكرة دي بالجينات وعلى مدار السنين، احنا طول الوقت شعب مضياف فعلا، ودايما السائح يعني بيشيد بالمسألة دي، يعني مجرد وصوله للمطار او يعني نزوله لأرض مصر من اول سائق التاكسي وكل مقدمي الخدمة والقائمين على يعني او القائمين على تقديم السياحة في مصر، يعني يا لميا بيشيدوا بالنقطة دي انه بيقدروا يحتكوا في دول تانية ممكن بمجرد النزول بتحتكي بجنسيات تانية هي القائمة على خفة الدم المصرية دايما طبعًا موجودة. طيب احنا لسه في الاجواء، عايزين طبعا نشكر يعني ضيفنا طبعا عبر الهاتف استاذ وليد البطوطي الخبير السياحي، شكرا جزيلا ليه. نروح يا لميا ونتكلم عن حفلة عمرو دياب النهارده. حفلة عمرو دياب يعني النهارده نفذت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العالمين في العالمين الجديدة والمقرر لها اليوم الجمعة، شهد الحفل اقبال غير مسبوق، حيث نفذ بالكامل فئات تذاكر الحفلة والتي تتراوح ما بين 1,000,000 جنيه للكابينة و 600 جنيه للفئة العادية، مرورا بالتنوع في الفئات الذي يتراوح ما بين 400 جنيه و 800 جنيه وحتى 1,000,000. وبيحيي الهضبة عمرو دياب النهاردة الجمعة واحدة من أقوى حفلات مهرجان العالمين الجديدة، والذي يستمر حتى 30 أغسطس الجاري. من المقرر أن يغني الهضبة، اسمعي بقى يا سمر الأغنيات، أيوة أنا لأ وبحبه، وده لو اتساب وبرج الحوت وتملي معاك وانت الحظ وياه يتعلمه، وشكرا ومن هنا البكرة وقمرين طبعا والعالم الله نور العين يا قمر راجعين شوقنا ما تخافيش والماضي وميال وغيرها بقى من القديم والجديد بتاع اغاني عمرو دياب. ياتي حفل عمرو دياب وعرض المسرحيه السندباد في اطار تعاون موسم الرياض وهيئه الترفيه السعوديه ضمن تعاون الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مع موسم مهرجان العالمين الجديده ضمن استراتيجيه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لاطلاق مبادرات وطنيه ومنها مهرجان العالمين الجديده، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنميه العمرانيه التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكمله، على رأسها طبعا مدينة العالمين الجديدة والترويج للسياحة في المدينة وما يتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، كمان للترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة. كمان حرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب أيضا السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العالمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطايرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة الألعاب الرقمية. كمان بيشهد المهرجان تنظيم فعالية بيتس باي ذا سي، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة
في الساحل يا سمر. يعني الحقيقة كل اللي بتقوليه لما وبيضيفوا عليه من سنة للتانية مش معقول الحقيقة كم يعني توافر التنوع في المهرجان. خلونا بقى نروح ونتعرف على تفاصيل أكتر من زميلتنا ندى رضا مفيدة إكسترا نيوز في العلمين الجديدة. يا ندى صباح الخير. 9 أغسطس ناس كتير مستنيين من بداية المهرجان اليوم ده بالتاريخ ده حفلة عمرو دياب. كلمينا عن الاستعدادات عندك وإيه بقى اللي لحظة وفي زحمة زيادة عن الأسابيع اللي فاتت. صباح الخير يا ندى. سمر ولميا بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي اكسترا نيوز. في الحقيقة سمر الإقبال في الويك أند ده كتير جدا ومتطور جدا، ويمكن كمان الناس ارتاحت شوية بعد ما اطمنت على نتائج الثانوية العامة. في الحقيقة هتكلم معاكو على الاستعداد لحفلة عمرو دياب. زي ما انتوا قلتوا يمكن في المقدمة انه التيكتس كلها سولد اوت بكل فئاتها من اول 600 جنيه لحد الكابينة بالمليون، وفعلا في توقعات وفي امال كبيرة جدا وطموحات في الحقيقة محطوطة على الحفلة دي، لان كتير بيقولوا ان هي هتبقى الحفلة الاضخم. دي طبعا بتأتي في اطار التعاون اللي بين موسم الرياض أو هيئة الترفيه السعودية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كمان خليني أقولك أنه امبارح بدأت أولى أيام عرض مسرحية السندبات اللي كمان بتأتي في إطار التعاون بين موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية والشركة المتحدة، والمسرحية دي مستمرة على مدار 3 أيام. يعني إن شاء الله آخر يوم عرض ليها هيكون يوم السبت عشان يبدأ الأسبوع اللي بعده. كريمة عبد العزيز ونيلي كريم يا سمر وشيماء سيف ونجوم كتير في الحقيقة وفنانين كتير. كمان الويك اند اللي جاي هيكون فيه هيبدأ عرض مسرحية تانية لحسن الرداد وإيمي سمير غانم اسمها التلفزيون، وبعديها هيكون فيه مسرحية تالتة لأشرف عبد الباقي وكريم عبد العزيز اسمها البنك سرقوه. كل ده بيأتي في إطار التعاون بين هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بجانب الفعاليات دي في الحقيقة الويك اند ده هيشهد أكتر من فعالية. يمكن زي ما قلتي النهاردة في حفلة للهضبة عمرو دياب، بكرة المسرح الروماني هيستقبل الإعلامي شريف مذكور معاه النجمة ديانا حداد. ده جنب كمان الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية الموجودة زي أنشطة ريد بول، البينت بول، سباق السيارات ريفت أب وفعاليات وأنشطة تانية. في الحقيقة أنتوا اتكلمتوا كمان عن نقطة ومهرجان مهم جدا اللي هو بايتس باي دي سي. ده حاجة جديدة في الحقيقة اتعملت في مهرجان العالمين، ودي هتفتح أفاق لفكر سياحة جديد أنه الناس تيجي وتجرب أكلات من مختلف دول العالم جنب البحر، تعرف على ثقافات جديدة. وإحنا بنتكلم على مختلف دول العالم، خليني أروح معاكم سريعا للمؤتمر الصحفي العالمي اللي أقيم امبارح على أرض العالمين. في الحقيقة وزير السياحة شريف فتحي كان موجود امبارح بصحبة 13 سفير من أكتر من دولة أجنبية وعربية مختلفة، وعملوا جولة تفقدية في الحقيقة لمهرجان العالمين والأنشطة اللي بتقام فيه. راحوا اليو أرينا، راحوا المنطقة الشاطئية، راحوا الشاطئ الخاص بتاع الشركة المتحدة، اتعرفوا على المدينة التراثية في مدينة العالمين، عرفوا القصة وعرفوا الحكاية وعرفوا التاريخ بتاع مدينة العالمين الجديدة، وصولا للمؤتمر الصحفي العالمي اللي احنا يمكن شفناه امبارح على شاشة اكسترا نيوز. كانت بتحضره اكتر من 24 وسيلة اعلام اجنبية. عشان كده انا بقول لكم هو كان مؤتمر صحفي فعلا عالمي. في الحقيقة وزير السياحة والآثار اتكلم في اكتر من نقطة كانوا في غاية الأهمية، قد ايه هو كان موجود والدولة المصرية بتتكلم ان احنا عايزين نعمل تنمية ونعمل تطوير في مدينة العالمين الجديدة، وان اللي حاصل دلوقتي على أرض العالمين هو بيأكد الرؤية وفكرة انه الدول دلوقتي او ان الدولة دلوقتي تحط رؤية نصب عينيها وتقدر ان هي تنفذها. ده كان بالنسبة له شيء بيدعو للتفاؤل بشكل كبير. اتكلم كمان وزير السياحة والآثار عن ان هو عمل زي سيرفي سريع على أسعار الفنادق المختلفة الموجودة في مدينة العالمين، ولقى انه
الأسعار أو الفنادق اللي موجودة بتلبي طموحات ومتطلبات كل الفئات. كمان اتكلم على المطارات واللوجستيات اللي بتعملها الدولة المصرية جنب أي مقصد سياحي بيكون موجود مش بس مدينة العلمين. وده هيرجعنا تاني لنقطة الرؤية اللي الدولة المصرية بتعملها لما بتقرر ان هي هتستغل أو هتستثمر مكان بعينه عشان يكون لي عائد أو نفع. اتكلم على السياحة وأهمية السياحة في عملية التنمية وعملية وفي الاقتصاد بشكل عام. واتكلم إن مدينة العالمين الجديدة زارها السنة دي تقريبا 104 جنسية. وده يمكن شيء احنا شفناه بعنينا عشان احنا موجودين هنا في العالمين، واتكلمنا إنه حجم الإقبال من الزوار مش بس من المصريين، من الأجانب ومن جنسيات مختلفة. يمكن ده الشيء اللي مختلف بعض الشيء عن النسخة الأولى من مهرجان العالمين سمر ولميا. طيب، وده بيأكد طبعا يا ندى ويا سمر أنه من أرض الألغام لتنفيذ الأحلام. احنا بنتكلم على مدينة اتعملت في 7 سنين من مدن الجيل الرابع، فيها كل المميزات اللي تجذب كل السياح زي ما قلت يا ندى من كل الجنسيات في العالم. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة ندى رضا مفادة إكسترا نيوز. طيب دلوقتي مع دقات 9 صباحا طبعا زي ما عودنا حضراتكم بيحين موعد موجز 9 من اكسترا نيوز، ونذهب طبعا مباشره لزميلتنا نردين حبيب. صباح الخير عليك يا نردين. صباح الخير سمر ولميا، صباح الخير مشاهدينا. صباح الخير. والان مع موجز الاهم واخر الانباء. الساعة 9 صباحا 6 بتوقيت جرانتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أصدر قادة مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن تطورات الأوضاع في غزة، ودعا القادة لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذا المعاناة المستمرة للرهائن وعائلتهم بصورة فورية، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين. وأكد القادة في بيانهم المشترك أنهم سعوا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، ولا يتبقى له فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدين ضرورة ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، وأعربوا عن استعدادهم إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ على النحو الذي يلبي توقعات الأطراف في كافة. وأوضح البيان أنه تمت دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كون استمرار الحرب في القطاع هي أساس التصعيد الحالي في الإقليم. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد الرئيس السيسي على المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وتنفيذ حل الدولتين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الرئيس الاتصالات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الجاري في المنطقة وتجنب الانزلاق لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب الذي يهدد باندلاع مواجهة إقليمية شاملة على نحو ما حذرت منه مصر طوال الأشهر الماضية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ماكرون ثمن الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود والتنسيق المكثف خلال الفترة القادمة من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة ومنع توسيع الصراع الذي يهدد مقدرات شعوب الإقليم، فضلا عن تأكيد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لكافة مناطق قطاع غزة وضمان عدم تأثر نفاذ المساعدات بالتطورات في المنطقة. تفقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر الفقي و13 سفيرا أجنبيا منطقة أرض المعارض على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. كما قام وزير السياحة والآثار والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر الفقي والسفراء الأجانب بجولة تفقدية في منطقة الحفلات الكبرى والمنطقة الشاطئية لذوي الهمم والمنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، كما استمعوا لشرح تفصيلي عن فعاليات المهرجان. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مساندة مصر لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، حيث تناول الاتصال مجمل مسارات التعاون القائمة وسبل لتطويرها إلى آفاق أرحب بما يتوافق مع أولويات البلدين في المرحلة الراهنة. استشهد وأصيب العشرات في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال استهدف مدرستين تأويان نازحين شرق مدينة غزة ومنزلين وسط وجنوب قطاع غزة. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، وعودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع لميا حمدي وسمر الزهيري. شكرا لك ناردين. مشاهدينا بعد قليل معادنا مع فقرة استوديو هذا الصباح، وهنتكلم عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وكمان تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويكون معادنا النهاردة مع الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الاقتصاد الحديث عن هذا الموضوع. كتلة واحدة. أرجل الناس،
أكثر الناس كرامة وكبرياء الصعيد. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية. بس انتو انتو صمام الأمان لمصر شعبها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة أن مصر بتعتبر واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإمكانيات الصناعية، بفضل طبعا موقعها الاستراتيجي وقاعدة مواردها الطبيعية واحتياطها الكبير من العمالة. علشان كده بتبذل الدولة المصرية جهود كبيرة جدا ومختلفة في ملف دعم القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج وارتفاع معدل التصدير من خلال مراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واللي بتهدف للنهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وأيضا إطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي متطور بشكل يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز بكل تأكيد الاقتصاد الوطني ككل على النحو اللي ينعكس بالإيجاب على مستويات المعيشة للمواطنين، وبشكل أيضا يدعم القطاع الصناعي. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة المشكلات والتحديات اللي بتواجه المصانع المتعثرة وضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لتقديم يد العون والمساعدة لتشغيل هذه المصانع، حفاظا طبعا على ما تم ضخه فيها من استثمارات وحماية لحقوق العمال. خلونا نتكلم في هذا الموضوع بشكل مفصل أكتر وبرؤية تحليلية، وهيكون ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو النهاردة علشان نناقش معاه هذه الموضوعات الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. صباح الخير عليك أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. كلمنا بقى على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ملف الاقتصاد والصناعة في مصر. بكل تأكيد دي سلسلة من الدعم المتواصل من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاقتصاد المصري له أولوية كبرى في الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ودعم الاقتصاد وتطويره بالطبع على رأسه الصناعة وقطاعات التصدير المختلفة والقطاعات الإنتاجية، خاصة المنتجات اللي بتصنع في مصر، لها اهتمام كبير جدا عند خطط الحكومة الجديدة والتكليفات والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمتابعة هذه الملفات. بكل تأكيد الصناعة لها دور كبير جدا، لأن هي بتزود من الكفة بتاعت في معادلة الإنتاج والإنتاج للتصدير،
أولا بتقلل من الواردات بشكل كبير، ثانيا بتزود الصادرات وبتوفر العملة الصعبة لتوجيهها لقطاعات أخرى من أهمها بالطبع مظلات الحماية الاجتماعية. خلينا نرجع بالذاكرة لسنة فاتت تحديدا 27 أغسطس، كان في توجيهات رئاسية بدعم قطاع الصناعة بشكل كبير جدا، ومن أهم هذه حزمة التيسيرات كانت الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنين، طبعا باستثناء ضريبة القيمة المضافة للمشروعات، وأيضا إعطاء فرص أكبر للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية إذا أنجز المشروع في فترة لا تتجاوز 3 سنوات، بالإضافة لي يعني هقول لك ممكن قيمة الأرض الإعفاء من 50% منها إذا تم التنفيذ في أقل من نص المدة المقررة، بالإضافة للتوسع والتوجيه بالتوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات، خاصة أن في بعض المشروعات مؤهلة بالفعل وتستحق منحها هذه الرخصة الذهبية اللي بتمثل انفراجة كبيرة جدا لقطاع الأعمال والاستثمار والصناعة تحديدا، وأيضا الاستفادة من المبادرة الرئيسية ابدأ في تطوير المشروعات وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع خريطة الفرص الاستثمارية لكل المحافظات وليس فقط منطقة القاهرة الكبرى. طيب بما أن حضرتك أشرت لمسألة اهتمام السيد الرئيس ببحث أو توجيهه تحديدا في مسألة بحث مشاكل المصانع المتعثرة لأي مدى وإيجاد طبعا حلول لها، لأي مدى ده بيعزز القدرة التنافسية زي ما ذكرنا بيجد حلول لكل الأموال اللي ضخت، طبعا حقوق العمال اللي ربما صرحوا يعني بعد ما تعثرت هذه المصانع؟ بكل تأكيد ده من النقط المهمة جدا اللي بتشير ل إن المواطن المصري وبالطبع العمالة المصرية كجزء من المجتمع المصري في عقل وقلب السيد الرئيس. خلينا أقول لحضرتك إن من المحددات لشكل انطلاقة الصناعة في السنوات المقبلة إن شاء الله هتكون إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب قد يتعلق منها بعضها بالتمويل، قد يتعلق منها بعضها بفترة للأسف اللي هي كانت 2011 كانت مشكلة كبيرة جدا وبدأت مشكلة المصانع في الظهور بشكل كبير. الحقيقة مع منذ تولي السيد الرئيس وهناك اهتمام بتطوير القطاعات المختلفة، وأعتقد أن الوقت حان دلوقتي فعلا بعد ما تم بناء بنية أساسية تحتية جيدة وأيضا المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بما فيها المنشأة عن طريق القطاع الخاص، احنا عندنا منطقة صناعية جديدة بتتعمل في أكتوبر على مستوى عالمي بتنفذها إحدى الشركات الخاصة المصرية اللي موجودة في أسواق دولية. عودة للنقطة السؤال بتاع حضرتك ده مهم جدا، لأن زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي تشغيل العمالة ومد مظلات الحماية الاجتماعية من أهم النقط اللي بيركز عليها برنامج الحكومة، وبالتالي مع زيادة دخل الأسر المصرية بالإضافة لزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعتقد أن ده بجنب إدخال وإدماج الصناعات في الاقتصاد الرسمي، احنا عندنا قطاع كبير جدا من الصناعات لو تم ادخاله اعتقد انه في البعض بيقدره بنسبة 50% من بيستحوذ على حجم عمالة كبير، وايضا نسب انتاج لو تم دمجها بشكل يراعي حقوق العمال واصحاب المصانع وايضا بيدعم ويطور، واعتقد ان هتكون في دفعة كبيرة جدا في الفترة المقبلة للصناعة. طيب يا دكتور فندم، من ضمن الامور اللي احنا بنستهدفها هو جذب الاستثمار، وكان في اشارة امبارح لدكتور مدبولي انه المستثمرين ما اعترضوش يعني او قالوا ده في مناسبات كتير مختلفة فما اعترضوش على قيمة الضريبة القيمة الضريبية، ولكن اعترضوا مثلا على طريقة تطبيقها. احنا بنتكلم ده في إطار تحسين الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين اللي يعني بالفعل هيدعموا الصناعة وهيدعموا بالتالي الاقتصاد المصري. بكل تأكيد خليني أقول لحضرتك، أنا كقطاع خاص يهمني أن أنا أخد أعلى مكاسب موجودة سواء من السوق اللي هو الجمهور أو المكاسب والتيسيرات والحزم اللي هي اللي بتدعم القطاع بتاعي.
ده بيقابله ايه؟ عدد كبير من تشغيل العمالة أو نقل تكنولوجيا جديدة أو زيادة الاستثمار أو التصدير للخارج. الحقيقة لازم الطلبات تكون متوازنة، لأن برضو المجالس التصديرية ليهم طلبات بما فيها الاستدانة للقطاع الخاص من مؤسسات تمويل دولية وبنوك دولية. في بعض الشركات المصرية بالتأكيد مؤهلة، وفي بعض المؤسسات التمويل الدولية بتطلب ضمانات حكومية. خلينا أقول لحضرتك أن الضمانات الحكومية بتتراجع حاليا. السعودية طرحت نسب كبيرة من سهم أرامكو وبدون ضمان حكومي، يعني اللي بيشتري سهم الشركة وخلاص. عودة للنقطة بتاعت حضرتك، بالفعل القطاع الخاص دوره كبير جدا في المرحلة المقبلة، وموازنة التيسيرات الممنوحة للقطاع الخاص لازم تكون برضو بالاهتمام وزيادة وتدي حوافز أكثر للشركات اللي بتشغل عدد أكبر أو اللي بتنقل تكنولوجيا جديدة أو بتستثمر فلوس جديدة وتضيفها للاقتصاد. هو ده كان المغزى من سؤالي، هل ده هيكون في التأثير؟ يعني في بعض الأمور زي القيمة الضريبية هم مش معترضين عليها، لكن طريقة تطبيقها. بالفعل سؤال مهم جدا. المعاملات الضريبية أحيانا بتجذب المستثمرين والممولين عموما، لأن كان في، مش هتكلم على مشاكل الماضي والبيروقراطية، لكن المعاملة الضريبية من أهم النقط اللي بتجذب المستثمر بتحصل حقوق الدولة. وإحنا شايفين زيادة في نسب اللي بتاخدها وزارة المالية، الدخل الضريبي ده مش جاي من يعني أساليب اللي هو جمع الفلوس بس، لا ده جاي من تنوع وطريقة جمع الحقوق الدولة ومنح تيسيرات أكبر. إحنا عندنا المصدرين بيحصلوا على تيسيرات كبيرة وطالبين أكتر وهياخدوا أكتر، لأنهم بيزودوا حجم والنسب المكون المحلي وبيطوروا الصناعة وبيشغلوا عدد كبير من العمال، خاصة المشروعات اللي هي اللي ذات الأهمية الاستراتيجية. مش كده وبس، لا في منح وحزم تانية برضو ومعاملات ضريبية معينة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتصل أحيانا للإعفاء من الضريبة باستثناء القيمة المضافة زي ما ذكرت. طبعا حضرتك حديثك مهم جدا الحقيقة أستاذ محمد. خلينا بس نروح مع سادة المشاهدين نستعرض هذا العرض المعلوماتي عن أبرز جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة المصرية وتوطينها، ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم. مكملين مع حضراتكم وضيفنا السيد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، هيكلمنا أكتر في ملف الصناعة ودعم الصناعة المصرية. لكن خلينا أكلمك على تطوير التعليم والتدريب المهني، إزاي بيفرق في العمالة المصرية؟ بيفرق مش عايز أقول 100% بأكتر من 1000%. الحقيقة التدريب والتطوير المهني للعمالة وأيضا الإدارة، أساليب الإدارة من أهم النقط اللي بتغير تماما من شكل الانتاج وطبيعته وسمعته في الأسواق الدولية. احنا عندنا ارتفاع كبير في الصادرات غير السلعية في الشهور اللي فاتت، وان شاء الله نحقق مستهدفات التصدير والأرقام اللي حاطينها في الخطط، سواء الخطة الجديدة اللي لغاية سنة 27 أو الخطط 2030 أو الأكثر. التدريب والتعليم أيضا
بيبتدي من التعليم الفني والمهني في المدارس الصناعية والمعاهد الصناعية بشكل كبير جدا. الحقيقة قيمة العمل والكلام ده اتكلم عليه السيد الرئيس السنة اللي فاتت تحديدا في إحدى التجمعات، اتكلم على أهمية التعليم وإن الكل يحس إنه مقدر من المجتمع، ودي نقطة مهمة جدا. يعني الواحد لما بيبقى بره بيشوف العامل والفني ده لهم تقدير كبير في نظر المجتمع، وفي تغير، وبرضه بيكسبوا ويعملوا فلوس كويسة. الفكرة إن العمالة اليدوية محمد ما فيش نظرة طبقية دي مش موجودة. أنا بتكلم على ضروري نغير ثقافة المجتمع بكل تأكيد فعلا. لازم بره كل الناس سواسية، ما فيش بقى والاتجاه للشهادات والقصص دي مش موجودة بره. أمريكا يعني 50% الهاي سكول هي الثانوية العامة وخلاص. بما إن حضرتك أشرت لخطة 27، خلينا نتكلم عنها. الدولة بتستهدف الوصول في ملف التصنيع والتصدير ل 130 مليار دولار بحلول 27. إيه أبرز التحديات اللي ممكن تقابل الدولة المصرية في سبيل الوصول لهذا الرقم؟ بكل تأكيد التحديات اللي إحنا كلنا شايفينها حوالينا، التحديات الجيوسياسية والأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة للجزء الداخلي المتعلق بينا اللي هو تحسين جودة المنتجات، زيادة حجم الإنتاج، مطابقته للمواصفات الخارجية، بذل مجهود أكبر في التسويق سواء للاستثمار أو للمشاركة في المشروعات أو للتصدير. المشكلة الرئيسية اللي هي من سنة 2020 احنا فضلنا مقاومينها لغاية ما ابتدت الحرب الأوكرانية، بالتالي سنة 22 يعني تجاوزنا مرحلة الإغلاقات الاقتصادية واختلال سلاسل التوريد، بالإضافة لتغير المناخي اللي يعني الحمد لله بيتغير بشكل بيرفع أسعار السلع أحيانا. لسه عايزة أسألك الصدمات الخارجية والداخلية إزاي الاقتصاد المصري عندنا ممكن يمتص كل ده ونتحول لاقتصاد مصدر وإنتاجي؟ بكل تأكيد مهم جدا أولا يكون في الحقيقة في خطوات استباقية لبعض الأحداث. احنا شفنا كلنا التمويل الكبير اللي السيد الرئيس أقر بيه في عام الكورونا اللي هو 100 مليار جنيه، الحقيقة كانت الناس مستغربة ده مبلغ كبير قوي، وازاي الحقيقة ان المبلغ ده يعني عاد على مصر بأضعاف أضعافه وحفظ العمالة، فتح بيوت الناس خلاهم والأسر المصرية، بالعكس شجعنا على زيادة نسب التصدير والحفاظ على العمالة والحفاظ الأهم على اللحمة الوطنية أو المجتمع المصري اللي هو في قلب اهتمامات السيد الرئيس، بالإضافة للبدء في مرحلة جديدة من التجويد للتصدير والاتجاه للتصدير. ف وجود الخطط اللي متغيرة، كان زمان في خطة تفضل الخطة زي ما هي لغاية ما تخلص 5-7 سنين مفيش تغيير، نفس الموضوع بتاع المشروعات اللي بيتم وضعها وافتتاحها وحط الشاهد، انا مسميه شاهد القبور المشروعات مش اللي هو اللوحة الافتتاحية، والمشروع ما يتمش افتتاحه. دلوقتي في تغير كبير بيتم الإنجاز ثم يتم الإعلان عنه، نفس الموضوع بالنسبة لكل القطاعات، وأعتقد أن قطاع الصناعة بيستحوذ على اهتمام كبير سواء في المرحلة اللي فاتت أو في المرحلة الجاية بالتعامل مع زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي اللي هي المتغيرات والضغوط الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. خلينا ننتقل من المشروعات الكبرى أستاذ محمد، نسلط الضوء أكتر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات ودورها في توفير مدخول يعني لا بأس به للأسر المصرية. بكل تأكيد ده كانت من أهم المتطلبات في الوقت الحالي اللي احنا بنعيشه. صح في 152 فرصة استثمارية بيتم ترويجها في المجتمع الدولي والمجتمع العربي والمحلي، ولكن كانت في مشكلة تتعلق بالخريطة الاستثمارية للمحافظات، أيضا وضع إمكانيات والحزم الاستفادة اللي بتقدم لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو الحجم المعين من العمالة والاستثمار وتقديمها في شكل مبسط أكتر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إذا علمنا أن أكثر من 80% من حجم المشروعات في مصر هي مشروعات صغيرة ومتوسطة، نسب التصدير للأسف قليلة، يعني بتتراوح من 5-10%، وإحنا عايزين نزود النسب دي.
في ضغوط يعني ضغوط دولية وأيضا الأزمات الاقتصادية بتضغط. إحنا عندنا توجهات وتعليمات للحكومة كلها أن يكون في تعامل أكثر إفادة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص تحديدا، لأن هو قاطرة التنمية في المرحلة اللي جاية. وبالتالي أتفق مع حضرتك تماما، المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبرى، ويتم سواء عن طريق جهاز المشروعات أو عن طريق الهيئات الأخرى أو الاستفادة من القوانين بشكل ميسر أكتر، وخاصة فيما يتعلق بإعادة التشغيل التمويل، والنقطة المهمة جدا اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها اللي هي التدريب وتوفير متطلبات الإدارة والتسويق في الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي. خلينا نتكلم على معايير الجودة، وإزاي نطور معايير الجودة عندنا عشان نحقق أعلى عوائد بعد كده. معايير الجودة من أهم العوامل اللي أثبتت نجاحها وتفوق المنتج المصري في وقت إغلاقات الكورونا. الحقيقة أن الحفاظ على الأسواق دي واستدامتها ما كانش هيتحقق لولا أن كان في اهتمام بزيادة هذه المعايير. كان عندنا مشكلة حتى من بعض الدول الصديقة ودول عربية وخليجية فيما يتعلق بالمعايير. الحقيقة أن جودة المنتج المصري فرضت نفسها، بالعكس دلوقتي بقى حجم التصدير لا يكفي لبعض الأسواق وفي متطلبات كبيرة، وأيضا دخول دول الاتحاد الأوروبي لجودة المنتج لأسعار المنافسة جدا، خاصة بعد عملية التوازن فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وده بيدي قوة كبيرة جدا. أعتقد أن مصر في الفترة اللي منتظرة لخفض الفايدة على الدولار الأمريكي وبدء استقرار الأسواق، لازم ننتهز الفرصة دي لزيادة الصادرات لكل الأسواق الخارجية والإقليمية، والاستفادة أيضا من الاتفاقات الموقعة سواء في البريكس أو في بعض الاتفاقات الإفريقية أو مع دول الاتحاد الأوروبي. حياك العادة أستاذ محمد، حضرتك بتوضح لنا كل حاجة خاصة بالاقتصاد وتحديدا النهاردة في ملف الصناعة بشكل سلس وبسيط ولطيف الناس كلها تقدر تفهمه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سيد محمد عز الدين، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الاقتصاد. شكرا حضرتك أستاذ محمد، نورتنا بكل تأكيد. إذن مشاهدينا بعد قليل معادنا مع جولة الصحافة واللي هينورنا فيها النهاردة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لفقرة الصحافة واللي منورنا فيها كالعادة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي. برحب بحضرتك وأهلا وسهلا بيكي معنا النهاردة. أهلا بك يا لميا وأهلا بسمر وبكل السادة المشاهدين. نورتي الدنيا. خلونا بس في الأول نستعرض أبرز العناوين ونرجع مرة تانية نبدأ فقرتنا.
نبدأ فقرة الصحافة والبداية من بوابة الأهرام، وعنوان يقول: بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر بخصوص غزة. ومن اليوم السابع عنوان آخر: قادة مصر وأمريكا وقطر، حان الوقت الآن للإفراج عن المحتجزين وبدء وقف إطلاق النار. إذن أستاذة فريدة، إلى أي مدى تابعت البيان المشترك بين قادة مصر والولايات المتحدة وقطر بخصوص وقف إطلاق النار والمساعي، يعني الوقف هذا النزيف وكل الجهود اللي بتقوم بها مصر في هذا الإطار؟ الحقيقة مصر بتقوم بدور محوري ملوش يعني تترفع له القبعة زي ما بيقولوا، يعني انحناء بالاحترام. لكن احنا شايفين ان دولة زي امريكا، انا مثلا مش مقتنع انها بتطلب من نتنياهو. ومين نتنياهو بالظبط؟ يعني هو امريكا. لانه هي بدل مش عايزة يوقف اطلاق النار في غزة، بطلت تديله النار. ده بس لمجرد انهم لما هم اعتدوا على ايران، يعني انتهكوا سيادتها بانهم قتلوا هنية وهو في ضيافتهم يعني. ومع ذلك اول ما ايران قالت هنرد، جات اساطيل وطيارات وبلاوي زرقاء امريكاني عشان دفاعا عن اسرائيل لو تعرضت لهجوم. يعني هي ممكن تهاجم واحنا نقول لها متشكرين قوي. لا، وحصلت اتصالات كتيرة قوي علشان يعني يدحضوا هذا الهجوم اللي ممكن يحصل على اسرائيل. بقى فظيع. يعني حاجة انه اسرائيل يا جماعة تعمل اللي هي عايزاه ومحدش يلمسها. فبس انا شايفة ان الرئيس يعني دوره بيوعي كل الدول اللي بيتكلمها بانه خطورة استمرار الوضع ده في غزة. نعم. يعني الوضع ده في غزة بيهدد العالم كله. على فكرة يعني احنا شفنا دايما يقولك في مثل عربي مصر، يعني يقولك معظم النار من مستصغر الشرر. صحيح. يعني تقلك ان دي حاجة صغيرة هي عمالة توسع. الاول كانت بس غزة، وبعدين بقت غزة وبقت مصر، لان بدأ يتحرشوا بينا في حكاية ان احنا عاملين انفاق واي ادعاءات واي اكاذيب يعني. وبعدين بدأ يبان عنصريتهم ده اعتمادا على الوجود على الدعم الامريكي ليهم. يعني لما راجل وزير المالية ده اللي ما حصلش في التاريخ، حتى هتلر ما كانش كده، سموتريتش يعني أسوأ، يقولك احنا عشان ننتصر لازم نموت. حقيقة المجتمع الدولي هاجمه امبارح، ودول كتيرة جدا هاجمته امبارح على تصريحاته. لكن خلينا مكملين احنا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين في القضية الفلسطينية، ومن موقع مبتدا عنوان: الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية. من بوابة الأهرام عنوان: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية. أستاذة فريدة، حضرتك شايفة ازاي أو بترصد ازاي الجهود الموسعة اللي بتقوم بها مصر حاليا لتجنب المنطقة الصراعات والسعي كمان في حل الأزمة في غزة؟ يعني شوفي، كل القادة المحترمين في العالم يعني مع اختلاف درجات الاحترام بتلجأ للسيسي. يعني تقول له ايه نعمل، ايه الموضوع، ازاي نوقف، ازاي يعني بيستشيروه. هو إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا لما يكلم الرئيس السيسي هو اللي اتصل بيه وبيسأله عن كيفية والرئيس السيسي بيقول بصراحة يعني وبيكلمه وبيقول لهم المفروض. وحكمة يا فندم. نعم؟ حكمة، لازم يعني نحط كلمة حكمة دي جنب كل الجهود المصرية. طبعاً. لا، وطنية، عارفة، ووطنية وإنسانية. أنا دايماً بقول الراجل ده اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بعتبره هدية ربنا لمصر، ده مفيش حاجة يعملها تكون فيها هدم، دايما فيها بناء، دايما فيها توخي العدالة، البحث عن يعني إنقاذ الناس. يعني الجهود اللي عملتها مصر عشان غزة ما حصلتش في التاريخ. صحيح. رغم كل المخاطر ورغم كل يعني مش عايز أقول إيه يعني الوقاحة الإسرائيلية يعني. فالحمد لله إن كل ده بيجيب نتيجة في الآخر. يعني حتى لغاية البرازيل بتستشير وبتسأله. نعم. لأنه لما يبقى في وعي عالمي بخطورة الموقف في النهاية، يعني أنا رأيي أن إسرائيل بتكتب صفحة نهايتها دلوقتي. يعني لما راجل يطلع يبقى وزير مالية يقول عايزين نموت 2 مليون، إيه ده؟
ده ولا قنبلة ذرية يعني ولا قنبلة نووية، يعني هم الفرد عندهم يساوي قنبلة نووية. فإيه ده؟ يعني هو بياخد في طريقه الأبرياء والأطفال وكل من يدعم ومن لا يدعم يعني ما حدث. الحديث لم ينتهي طبعا عن الأزمة في غزة من اليوم السابع، عنوان يقول الرئيس السيسي لستارمر الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر. من بوابة الأهرام عنوان الرئيس السيسي يستعرض مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين. نرجع نستكمل ما بدأت الإشارة ليه والحديث عنه أستاذة فريدة، الجهود المصرية وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدبلوماسية المصرية، الحديث عن الإنسانيات وضرورة إنفاذ المساعدات لأشقائنا داخل القطاع، كل هذه الأمور طبعا يعني الحديث مع الدول الكبرى في مسألة أنه حل الصراع يكمن في حل الدولتين. بالضبط، هو دايما بيأكد على النقطة دي مع كل مسؤول هو بيتصل بيه أو المسؤول بيتصل بيه، يعني في أي اتصال أو أي مباحثات بيقول بيحدد ويعني ويطلع كده فوق أي حاجة حل الدولتين، ملهاش حل تاني. يعني عشان كده إسرائيل هتتجنن. إسرائيل يعني إذا كان نتنياهو ده النهار يمكن امبارح ولا أول امبارح معرفش بيقول إن إحنا إسرائيل مش عايزة حكم في غزة يبقى الحماس. انت مالك، انت مالك هي غزة دي انت؟ عشان ده كل الناس اللي كانت مع التطبيع وبتقول ان اسرائيل ولا خلاص بقى، لا مش خلاص، احنا خلاص، بس هم عمرهم ما هيبقى خلاص. كائن محتل عندهم طبعا مشروع استعماري ومشروع يعني توسعي وسلطوي وفظيع، فعشان كده لا لازم نوقفه بقى. والرئيس السيسي اللي بيعمله دلوقتي انه بيوقفه قبل ما يستفحل أكتر من كده. طيب خلينا نروح لجريدة الأخبار، وعنوان بيقول مصر تؤكد مسؤولية دولة الاحتلال عن أمن الفلسطينيين. ومن الوطن عنوان جهود مصرية مكثفة لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. أستاذة فريدة، إزاي بتشوفي تحركات مصر سواء إقليميا أو دوليا لمنع تصاعد الصراع في المنطقة؟ هو في تنبيه كمان من الرئيس السيسي لكل اللي بيكلمهم أنه يا جماعة لو وسع يعني الصراع وتوسع قوي محدش هيعرف يلمه بعد كده، ومحدش هيقدر يتوقع الخسائر لكل العالم. يعني احنا مثلا او يتحمل تبعاته طبعا طبعا. يعني النهاردة لما تيجي انت كل المنطقة دي المليانة بحرين والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وصحراء مثلا ممتدة مع الدول الافريقية ومع دول الخليج العربي، كل ده يعني كل ده هيتأثر، ولما يتأثر بيأثر في العالم كله. يعني انت لا هتقدري تعملي حركة تجارة ولا هتقدري تعملي حركة تنقلات ولا هتقدري. وبعدين احنا بنشوف، احنا مش شفنا ان الكورونا والحرب الأوكرانية الروسية شوفي أثرت في الناس قد ايه، ما بالك بقى لما يبقى المنطقة دي اللي هي فيها طرق مرور واتصالات وإلى لما يتقطع كل ده هيحصل ايه بقى؟ هي دي الفكرة. يعني الفكرة انه الرئيس يعني بينبه العالم كله الى مخاطر استمرار هذا الوضع واستمرار تسلط اسرائيل لكأنها ما فيش حد تاني، كأنها يعني دولة زي ما بيقولوا قوة عظمى. يعني مع انه لو الخواجة بايدن بطل يديهم سلاح هيبقوا حالتهم وحشة. طيب نروح لجريدة الوطن، وعنوان يقول إدانات دولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن تجويع أهالي غزة جريمة حرب. من اليوم السابع أيضا شهداء وجرحى عفوا في قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة. حضرتك كنت لسه بتشيري للتصريحات العنصرية والعدوانية من سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي بشأن أنه شيء أخلاقي جدا أنه يجوع ويموت يعني 2 طبعاً مليون فلسطيني. ما هو ده بقى دايما يقولوا عندنا ناس كتير يعني تقولك ازدواجية المعايير. أنا بقول ما فيش ازدواجية، هو معيار واحد. لما الخواجة ده وزير المالية الإسرائيلي يتقيأ هذا التصريح الحقير والمدان واللي بيوري إنه هو بيرتكب جريمة حرب، فين طيب فين
ليه أمريكا ما قامتش بقى واتنفضت؟ يعني ليه لما تحصل عملية مقاومة فلسطينية للاحتلال تتشال الدنيا وتتهبد ولأ وما يصحش واعتداء على إسرائيل؟ يعني حاجة غير معقولة. هو ده المعيار بتاعهم، المعيار بتاعهم إن إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه وكله تمام. قانون الغاب، يعني البقاء للأقوى طبعا. وسائلهم كتير يا فندم، لانه لسه امبارح وزاره الصحه الفلسطينيه كانت بتقول ان 1.3 مليون لقاح محتاجينه الاطفال في غزه لشلل الاطفال بالمناسبه، واسرائيل تمنع دخوله. يعني طبعاً هي بتمارس كل يعني مش يعني كل ما هو وحشي جدا ومنحط، وفتحت الصرف الصحي كله يعني عشان المية تختلط بيها فتاذيهم وتيجي الامراض والاوبئه وترتفع نسبتهم. يعني الحقيقه يعني معرفش بتكرييتيف كده ان هي تاذي الناس. مفيش، ما هي هم دلوقتي بيعلنوا يعني الراجل ما كسفش وما حسش ان هو بيكلم بني ادمين. يعني احنا برضو ما فقدناش احساسنا كلنا يعني، ولا العالم كله فقد احساسه. فانت تيجي تقول له لا انا عشان انتصر لازم اموت 2 مليون فلسطيني، وبعدين زي ما انت قلتي كده المدارس بتتضرب، الجامعات بتتضرب، المستشفيات بتتضرب، طريقة التلاعب لمشاعر الفلسطينيين في غزة ان يروحوا الحتة الفلانية هي تكدسوا فيها لان دي مش هتتضرب، اول ما يروح ما يروحوا تروح ضربها. دي مش دولة، دي عصابة، دي عصابة، وعصابة متمردة وعارفة ومخططة، وإن شاء الله مخططها هيفشل إن شاء الله. طيب خلينا نروح شوية للشأن المحلي، ومن الوطن في عنوان: مدبولي اقتصادنا مستقر والاحتياطي يغطي 8 أشهر ولا سبيل إلا زيادة الصادرات. من الوطن أيضا عنوان: الحكومة توجيهات رئاسية بتوطين الصناعات الواعدة وتوفير احتياجات المصانع من العمالة المدربة والطاقة. أستاذة فريدة، كيف ترين اهتمام الحكومة بتوطين الصناعة؟ أنا شايفة إن الحكومة دي المرة دي هايلة. يعني فعلا هو ده اللي احنا كنا محتاجينه. وبعدين كون إن الدكتور مصطفى مدبولي بعد كل اجتماع بيطلع ويعمل مؤتمر صحفي ويكلم الناس ويسمعهم ويشوف إيه الملاحظات ويشوف إيه التوجيهات اللي لازم يديها بعد كده، دي حاجة ما حصلتش قبل كده عندنا يعني صراحة. واحنا ما كنا ده انا كنت بقعد طول التشكيل الحكومي ما اعرفش اسامي الوزراء وما اعرفش هم مين. اول دلوقتي بشوفهم في الشارع، بشوفهم في الشارع وفي وسط الناس وبيتناقشوا مع الناس وبيتكلموا. يعني لسه امبارح شوفي قناه اكسترا يعني جايبه الكلام بتاع وزير السياحه امبارح، كان هايل وفهم حاجات كتير، وده بيرفع الوعي المصري. يعني في ناس مثلا تقول لك ده تمثال وهيحس يلا ارمي عليه حاجه، لا انت ده التواصل مع المواطنين والنزول من المكاتب ده امر مهم جدا، والاستماع هو ده اللي بدل الحوار الوطني على فكره. طب طيب احنا مكملين مع نفس الموضوع، خلينا نروح لليوم السابع وعنوان يقول: مدبولي تكثيف جهود الدوله للتغلب على تحديات سوقي الدواء والاسمده، اهميه العمل على مواجهه هذه التحديات من وجهه نظر حضرتك. يعني شوفي، اولا الكلام والشفافيه والخروج للجمهور وعدم التقوقع في المكاتب هو اللي بين ان احنا عندنا مشكله في الدواء وفي الاسمده. لان كان ممكن صمت ما فيش حاجه، فانت النهارده في الاسمده ده خطير، يعني ضروري معالجه هذا النقص يعني والاستمرار في انتاج اكبر قدر من الاسمده، لان دي الارض الزراعيه. الارض الزراعيه لو ما خدتش الاسمده مش هناكل بعض في الاخر يعني واحنا عمالين نزيد بشكل فظيع. يعني يا رب يبقى في كمان تنظيم النسل، يعني يا رب. يعني دي الحاجه الثانيه غير الادويه طبعا. يعني انا من الناس اللي عشان سني يعني بحتاج ادويه معينه دلوقتي وكتير ما بلاقيهاش، فبقول خلاص ربنا بقى يحمينا من كده، وبحاول أعوض ده بالأكل، يعني إني ما أكلش حاجات معينة وأكل حاجات معينة. يعني في وعي بمشاكل الحادة اللي بتواجهنا وهي نقص الأسمدة ومحاولة تعويض هذا النقص يعني. والحاجة الثانية الأدوية طبعا. احنا أنا قلت لكم قبل كده والله كنا بنصدر أدوية لأوروبا الشرقية، بنصدر
علشان كده في جهود كبيره جدا من الحكومه الجديده لمواجهه هذه العقبات والتحديات طبعا. والتغلب عليها. كالعاده الحديث مع حضرتك لا يمل طبعا، ونورتينا وشرفتينا في هذا الصباح الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه فريده. ببقى سعيده جدا معاكم والله. شكرا لحضرتك. سعيده مع حضرتك. شكرا ليك يا لميا، يعني انبسطت جدا النهارده معاكي في هذا الصباح. انا على طول مبسوطه معاكي يا سمر ومع الحلقات اللي بطلعها معاكي جدا، ومبسوطه جدا ان حضرتك كنت في ضيافتنا النهارده نورتينا استاذه فريده. يعني كانت حلقتنا النهارده كانت فيها كتير من الاخبار السياسيه والثقافيه والسياحيه وغيرها من الامور. ان شاء الله نكون يعني وضحناها لكم على خير، وبكره ان شاء الله حلقه جديده وزملاء جداد. وهذا الصباح